Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the beginning, I would like to thank all of you to attend this marvelous groups of different subspecialties, as all the chairman had mentioned. Barahab taban bil chairman, all of them, Dr. Ahmed Salim, Dr. Ahmed Tagi, Dr. Mahsun Hussain, Dr. Mayi Samahi. الحقيقة لما يعني طلب مني أقول حاجة في الكونفرنس ده لازم كل حاجة شغالين فيها زي في الجينيكولوجي وإيه علاقتها بالكوزموتيك سيرجن. أنا بالنسبة لي عشان تسم أب من البداية عشان تركزوا معايا في اللي أنا هقوله، أنا عايز أوضح واتس مينت باي فيميل جينيتال ميوتيليشن زي بروفيسور محسن مانشن وواي إت إز فوربيدن. أي ثينك أول أوف يو كان أنسر ذيس كويشن. هل الفيميل جينيتال ميوتيليشن ات از فوربيدن باي لو؟ اوكي. هل السايد افكتس بتاعته سايكولوجيكال اور سيكشوال؟ ات از مور سايكولوجيكال ذان سيكشوال. واف ات افكتس ذا سيكشوال اد اي منشن ناو ات ويل افكت مينلي ذا اورجازم اند نوت ذا سيكشوال اراوزال. هل في امل للناس السيركمسايزد ونسبتها كبيره جدا يبقى في هوب فور كوزموتيك سيرجري تبقى ليها دور في اصلاح حاجات ميوتيليتد؟ اللي بعد كده الديفرنس ما بين الجينيتال ميوتيليشن والكوزموتيك سيرجري، لان في ناس بتتهم الكوزموتيك سيرجري لما بعمل ليبيوبلاستي او كان ازيف اي ميك ميوتيليشن. فهنقول الفرق بينهم ايه الديفرنسز، وبعدين at the end هقول why not to combine the pelvic surgery or vaginal surgery together with the beauty أو الجمال بتاع function and appearance. الassessment of sexual أنا mainly على sexual troubles، دي كانت رسالة أو بحث عملناه في جامعة عين شمس عندنا، والكلام بيقول WHO معرفها طبعا الجينيتال ميوتيليشن partial or total removal of the external female genital organs in for non-medical causes. في فرق بين infibulation و de-infibulation و refibulation. الانفيبوليشن اللي هو السيفير كونديشن اوف فيميل جينيتال ميوتيليشن اللي هي بيسموه تايب 3 اللي هو بيشيل خالص و up to suturing labia minora او ميجورا. الديفيبوليشن هو انك تصلحه، اصلاح التشويه ده هو كوركشن للانفيبوليشن. بعض الناس فور سام ريزونز بتبقى عندها هي انفيبوليتد ومفيش غير جاست فيري سمول اوبننج فاجينا، وبتقول لك بعد الدليفري تراي تو ميك انفيبوليشن اجين، يبقى اسمها ري انفيبوليشن. ليه؟ هابتس بليفز رجعني زي ما كنت، I will be divorced لو انا رجعت الفاجينا اوبن في الولاده رجعني كما كنت، فدي اسمها ريفيبوليشن. يبقى بنعمل دي انفيبوليشن الاصلاح ده just before marriage or immediately after marriage to facilitate consummation and subsequent childbirth. عشان الجواز يستمر يبقى لازم نعمل الديفيبوليشن ده. الري انفيبوليشن زي ما اتفقنا، ودي شفناها كلنا اعتقد في شغل بعض الاخوه في ساوث سودان اند اثيوبيا واريتريا، اللي اشتغل منكم في الخليج عارف الحاجات دي بنشوفها هناك اكتر لما بيشتغلوا، بيقول لك بعد ما after you make the delivery for me try to suture again the labia together. فدي طبعا مشكله عشان تنمي الوعي ده وتصلحه، دي قصه جامده جدا. اليونيسيف بتقول ان 92% of married women in Egypt between 15 and 59 years mutilated. فطبعا ده معناها ان 1/4 of the cases worldwide in Egypt للاسف بتتعمل بالميديكال ستاف، لانها المفروض انها الليجل. الميديكال ستاف بيلفوا على الموضوع بانه بيعملوا as if they are making cosmetic surgery، وهنقول الكلام بعد كده. طبعا بتتعمل for wrong cultural and religious beliefs. ليه بيعملوا الميوتيليشن ده او السيركمسيجن الاولد نيم بتاعها؟ عشان التراديشنال بليف ذات ات ستوبس وومن فروم بينج ادلترس، يعني ما تمارست البغاء او البغاء او الزنا يعني. اللي هنا طبعا دي ميس كونسبت فظيع. Many African Muslims and Christians apply this practice although it is not ordered by the Holy Quran or any of the true sayings of the Prophet
or the Bible. دي حاجات مثلا في أوغندا stop female circumcision because it is dangerous for the women's health. WHO عملت classification female genital mutilation أعتقد إن أغلبكم عارفينه اللي هو type 1 زي ما هباين اللي هو بيبقى الكليتوريس بيتشال previous or the body و type 2 بيبقى داخل على الليبيا مينورا type 3 type 1 مينورا أو ميجورا وبعدين تايب 3 بيعمل سوتشرينج بيعمل اللي هو كولد انفيبيوليشن. دي صوره ثانيه لنفس البيكتشر بتاعه الديجريز اوف ميتيليشن وده الكلاسيفيكيشن مش هنخش فيها عشان الوقت. الفيميل سيركمسيجن از اناتوميكالي مور اكستنسيف ذان ميل سيركمسيجن. اناتوميكالي الميل ايكويفالنت للكرايثوردكتومي في الميل في الفيميل سوري بتقابل امبيوتيشن او اوف موست اوف ذا بينس. الميل ايكويفالنت للانفيبيوليشن في الست لو اتعمل انفيبيوليشن بتقابلها ريموفال اول ذا بينس روس اوف ذا سوفت تيشوز اند بارت اوف ذا سكروتال سكين قد ايه ات از ميوتيليشن. عشان كده اتقال طلع شعار واي فيميل جينيتال ميوتيليشن اند ميل سيركمسيجن ار نوت ذا سيم ثينج ديفرنت. ودي الصور طبعا ازاي بيتعرض البنات لقهر شديد جدا في the developing countries والنباق الليجال وتروح للكورت هاوس. ودي الفيميلز waiting for the role هيجي دورهم عشان يخشوا على المشرط والمنظر اللي انتوا شايفينه بحلاق الصحه زي ما بيتقال عندنا في مصر و under يعني septic conditions و very bad circumstances. دي كانت الصوره كانت نشرت في الرايد للطفله اللي ماتت قريب في ندى في اسيوط من فيو مانث اجو وكانت برضو وتاسف كانت معموله بميديكال ستاف واتس كولد ميديكاليزيشن. Currently UNICEF clarify ان الفيميل جينيتال ميوتيليشن از ذا فايوليشن اوف ذا رايتس اوف جيرلز اند وومن انتهاك حقوق مرأة دي انتهاك للحقوق بتاعتها. الهيستوري طبعا بيقولوا ان انشنت ايجيبت 5000 years ago والكونتريز تقريبا معظم ذا سودانيز فولكلور بيقولوا انه بدا في مصر عشان كده بيسموه فرانك سيركمسيجن والكلام ده مش في ايفيدنس الحقيقه ليه؟ لان بيقولوا في البري دايناستيك او ليتر ايجيبشن ماميز ما كانش فيها الانفيبيوليشن ده. وقالوا ان دي اكسجن اند انفيبيوليشن وير سيرتنلي بري كريستيان اند بري اسلاميك ان ذيس ارياز. اوروبا حتى كان بيتعمل في اوروبا ونورث امريكا بجينيكولوجيكال سيرجري عشان بيعالجوا بيها الابيليبسي والنيمفومانيا الكاتاليبسي اند اذر فورمز اوف انسانيتي. قد ايه عدد موجود في افريكا؟ ايجيبت اراوند 27.2 مليون، اثيوبيا، نيجيريا، سوميليا طبعا 98%، جينيا اند جيبوتي. البروسيجر ده في الماجوريتي اوف ذيس كانتريز بيتعمل مين بيعمله؟ التراديشنال براكتيشنرز، تراديشنال سيركمسايزرز، اند تراديشنال بيرث اتندنتس اند ميد وايفز. هاويفر الكير الهيلث كير بروفايدرز بيرفورمينج هو ده الكلام اللي بنتكلم عليه دلوقتي. الفيرز ايه والفولس بليفز؟ الومن بيخافوا من ايه؟ ان they will not find husbands for their daughters if the daughters have not been mutilated. Well, women believe that men prefer sex with a mutilated woman. والحاجة التانية في اعتقاد غريب ان الكليتوريس دي is thought to be the masculine part of the female genitalia and there is a fear it has the potential to grow as big as a long man male penis. حتى في روم حصل كانوا بيخلوا السليفز اللي هم العبيد بيلبسوا عشان خاطر يمنعوه من الحمل والجواز و بالتالي يشتغلوا اكتر. In Saudi Arabia, a Muslim country, will know female genital mutilation is not only practiced but is also condemned. ممنوع منعا باتا وهذا الفيميل جينيتال ميوتيليشن. It's against all the international declarations on human rights all over the world. UNICEF قالت هذا الكلام. بيتعمل في السن من اول اربع سنين لحد 12 سنه وساعات بيتعمل shortly after birth لكن ليه complications كلنا عارفينها وقلنا بيحصل medicalization of this female genital mutilation
be for money wise, no more than this. قالوا عشان يقلل الكومبليكيشن خليها يبقى اسيبتيك كونديشنز واندر انستيزيا او مش انستيزيا. القصه طبعا الميوتيليشن بيبقى صعب جدا. كونسيكونس كلنا عارفينها مشاكلها اللي انا عايز اركز عليها ان في لونج تيرم وفي شورت تيرم وفي ايميديت. واعتقد الاساتذه اللي هيكلموا على الفاجينيزمس وهيكلموا على السيكشوال بروبلمز many of these are due to these mis habits of circumcision or mutilation. في physical problems كلنا عارفينها, في sexual problems mainly sexual dysfunction وال painful intercourse وال delayed arousal أو anorgasmia. الحقيقة أنا ببوست إنها psychological more than the sexual problems, من ناحية ال nightmares, the trauma, the pain, the frigidity, كلها بتأثر من psychological factor. غير طبعا السوشيال embarrassment اللي بقى عند العيانة وبتروح تزور دكتور بتبقى حاسة ان هي عاملة جريمة حين ان هي ملهاش اي ذنب. ده ناهيك عن الشورت تيرم كومبليكيشنز اللي كلنا عارفينها, البين والشوك والهيموريج والبليدنج اب تو ديث از اي هاف منشن. الفيميل سيكشوال ديسفانكشن هيتكلم عليه اساتذتي وزمايلي النهارده, هو ديسوردر للسيكشوال ديزاير والاورجازم والاروزل سيكشوال بين. ودي سيكشوال سايكل هتتقال كتير جدا, على بدايه من اكسايتمنت اللي هو الاروزل والبلاتو ذن ذا اورجازم ذن ذا ريزولوشن. Psychological consequences of this mutilation, post-traumatic stress disorder, anxiety, panic attacks, depression, suppression of feeling and thinking, sometimes attempting suicidal attacks. The psychological problems, الحقيقة manifold, معنى متشعبة, بتشمل low self-esteem, disturbed self-identity, psychosexual dysfunction. The sexual troubles لاحظناها ان بيبقى فيها reduction in her sexual cycle زي الاورجازم والديسبارونيا. الحقيقه ما ياثرش على الاراوزل او الاكسايتمنت الاولاني لكن بتاثر على الاورجازم وان اديشن تو ذا سكارز فبتعمل ديسبارونيا. وشفنا حالات مثلا بيحصل بعض الفيميلز انت عارف بيحصل سكين اندر ذا سكين وتيجي عيانه لا انسى مريضه جات لي وكانت كارثه قبل الجواز باسبوع وسنها 20 سنه فبتقول لي there is a swelling downstairs فبشوف السويلنج ده لقيت a huge dermoid cyst in the midline كبيره جدا ويعني كان سوء حظها كانت it looks like the scrotum bifurcated في منطقه الكليتوريس طبعا نتيجه ان هو السيركمسيجن وساب سكين اندر ذا سكين وعمل dermoid cyst. بقت في حيرة جدا هنعمل ايه للدرمايد سيست دي, هنشيلها قبل الجواز وايه هي العملية بتعمل قبل الجواز, مفيش غير حاجة واحدة what's called hymenorrhaphy. فهنا بقت في حيرة وايه اللي خرج لحد اللحظة دي she is ashamed to be visited or to visit the doctors. اضطرينا نعملها طبعا ما كانش في حل تاني وعملناها ب بلاستيك سيرجري وشلنا السيست وحصل المارج الحمد لله على خير. لكن قد ايه it is يعني a great problem. الانورجازم اتفقنا عليها وفيلير تو ريتش ذا اورجازم. السيكشوال بروبلمز ديسبارونيا ديسمنوريا والفالفال بين. سام تايمز ذي افويد سيكشوال انتركورس اون اكونت اوف ذا اناتوميكال ديرينجمنت او بيكوز اوف بين. هل العينين دول في امل يعني تو فيل ذا سنسيشنز ديورينج ذا سيكشوال اكسايتمنت؟ يس. سام وومن كليم سنسيتيفيتي ريتيرنز فولوينج ذا بيرث اوف ذا فيرست تشايلد. بعد الولاده بيحصل السنسيتيفيتي بترجع. هل ده لان العمل السيركمسيجن او الهابت دي كان عمل بارشل راذر ذان توتال ريموفال مي بي كلايتريدكتومي مي بي كده. This mean that few rudimentary nerve fibers may be contained within the scar tissue. How can we assess the female sexual function او after female genital mutilation؟ طبعا في الفاكتورز اللي بتحدد السيكشوال فانكشننج بتعتمد على كلكم عارفين على التايب بتاع الميتيليشن, الاماونت اوف سكار تيشو ريموف, الديجري اوف سكارينج, الاكسبيرينس, الكالتشرال والافكشن. كلنا عارفين الافكت اوف ذيس اون ذا وومنز سيكشوال اكسبيرينس. وانا قلت ان هو الحقيقه بيبقى اكتر على الاراوزل والاكسايتمنت مور ذان ذا اورجازم. الاورجازم هو اللي بيبقى افكتد
dyspareunia, orgasmic delay, absence of orgasm هو ده الموجود. عملنا دراسة وكان بنستعمل فيها اللي هو المشهور عند هو اسمه الفيميل سيكشوال فانكشن اندكس FSFI كوشنير، وهو ده بنسأل فيه العيانين على كل حاجة قبل ما نشوف ونشوف النسبة قد ايه. It is brief, multi-dimensional, validated for the assessment of this female sexual function problem, and عبارة عن 19 item وكل item بياخد score من 1 to 5. وعملنا خمس نقط أساسية مش هنعمل عمليه ده معمول أساسا في all over the world، بيشمل الديزاير والأراوزل، لبريكيشن، أورجازم، ساتسفاكشن and pain during sexual activity. وعملنا ال FSFI ده كوشنير عملناه بالعربي عشان نقدر نسأل العيانة كل نقطة من الخمسة ونقول النقطة دي بتحس ايه من واحدة لحد خمسة، كل نقطة من اول الرغبة زي ما اتفقنا لحد الاكسايتمنت لحد اللوبريكيشن البين. وعملنا السكور ده في الرسالة اللي عملناها بكاملة، وهو موجود طبعا في تقدروا توصلوا له بسهولة جدا بس بالانجلش لانجوج ده موجود، وكم حسيتي وكم الكلام ده كله اللي كامله النقط. بنعمل السكورنج سيستم ده اللي هو الخمس ايتمز قلنا عليهم اللي هو شويه هنا اول واحده اللي هي الرغبه الجنسيه الديزاير والاكسايتمنت واللوبريكيشن والاورجازم والساتسفاكشن والبين، ونعمل السكور ونضرب في ثابت او حاجه فيكسد فاكتور. لو المجموعه اقل من 26.5 it is less than this is a sexual problem، في ده بيسموه اضطراب جنسي. ده اللي هو الجدول بالانجلش. وطبعا اتقال الحديث الشريف اللي هو الناس بترتكن عليه شويه بتاع ام عطيه الانصاريه، السكولرز بروف ذات ترو فيميل سونا سيركمسيجن اللي هو منشن ان ذا ويكلي سبورتد حديث لو ريموفل اوف مينيمال تيشو اخفاضي ولا تنهكي اللي هي ريموف بارت اوف ذا بريبيوس، ده برده عليه كلام. طيب الانكلوجن الاستادي اللي اتعملت في عين شمس يونيفرسيتي ماتيرنتي هوسبيتال عندنا قالت ان الفيميل جينيتال ميوتيليشن ادفيرسلي افكتس بارت اوف ذا فيميل سيكشوال فانكشن بارت اوف ات اند نوت ذا ديزاير كورس سكور بات مينلي ذا اورجازميك سكور افتر سفيشنت سيكشوال ستيميوليشن دورينج ذا سيكشوال سايكل دورينج انتركورس. الادفايس ان احنا ستوبينج ذيس اسولت باي يوزينج ايديوكيشن ات ذا سترونجر تول، لازم التعليم عشان rather than punishing the abuser، لازم اي حاجه عايز تحارب اي حاجه مش انك تجيب الابيوزر وتعاقبه، مش هو ده الحل. في الحل ان انت تعلم الناس عشان خاطر وتثقفهم عشان يبقوا عارفين زي اغنيه حسن شاكوش كده. الفيميل سيكشوال ديسفانكشن الاندكس اهو ده الاندكس بالانجلش موجود وتقدروا توصلوا له. هنا بقى الحته الاخيره في التوك بتاعتي الفيميل جينيتال ميوتيليشن اند كوزموتيك جينيتال سيرجري دو ذي هاف اني ثينج ان كومن، هل في حاجه مشتركه ما بينهم؟ عشان ما تتهوش مني هو الديفرنس بين الفيميل جينيتال ميوتيليشن وكوزموتيك جينيتال سيرجري حاجتين، الكونسنت والديستراكشن. الكونسنت طبعا بتاعت ميوتيليشن ما عندهاش كونسنت وباد سايكولوجيكال تروما بتحصل فبالتالي ما فيش كونسنت، بعكس ما تروح واحده ادلت انف وتطلب انا عايز اعمل الكوركشن لسام بروبلم لايك ليبيوبلاستي اور سمثينج لايك ذات. نمبر 2 اللي بيعمل في الجانج ايج الميوتيليشن اتس دان ان ان ديستركتيف واي سو كان ريموف موست اب تو ذا بروبلم اوف انفيبوليشن. At first glance, female genital mutilation نظرة الأولى بتقول إن female genital mutilation with genital surgery carried for cosmetic purposes might seem interestingly different. On closer examination, في similarity بينهم كثيرة جدا. Although in some cases there are some medical reasons for genital modification. بنساعد بنعمل زي ما أساتذة زي بيقولوا على الليبيا لو عايزين to reduce الليبيا ميجورا to increase the size of الليبيا مينورا دي حسب، لكن الاثنين الحقيقة based على culture norm expectations. The primary difference between the procedure is a consent while cosmetic genital surgery is carried out on women who agree to the procedure. Female genital mutilation is largely carried out on young girls who don't have the capacity to consent.
cosmetic genital surgery is a measure that is regarded as improving the woman's desirability. Although the choice to undergo surgery may be an individual one, the suggestion that it is necessarily originates in evolving social values that define what desirable genitalia look like. هي كل عايزة إيه. البيوتي اندستري الحقيقة والمينستريم ميديا والبروفيت ميكينج هيلث كير سيكتورز كلهم كولابريت عايزين يعملوا بريشر على الومن to be youthful, youthful شبابي and beautiful according to the right standard. دي طبعا كل الجينيتال كوزموتيك سيرجري بتعمل من اول ليبيو بلاستي للهايمينو بلاستي الجي سبوت اميفيكيشن ريجوفينيشن للليبوسكشن للفالفا والريجوفينيشن للفالفا والجي سبوت والكلام ده. الكوزموتيك سيرجري رويال كوليدج اوف سيرجن جايد لاين از ويلكم بات ريجوليشن از ريكوايرد. وده اهميه المؤتمر نعمل ريجوليشن للكوزموتيك سيرجري تعمل عشان ما تبقاش الدنيا يعني متسابكه. في ميل جينيتال كوزموتيك سيرجري enhancement ولا mutilation. احنا قلنا في الاول بتعمل medicalization يعني medical setting under hygienic known as the medicalization of the female genital mutilation. واحد يكون skilled operator عشان تبقى less risky. لكن الحقيقة الشرعية هناخدها ازاي لازم عشان by law. في efforts to eradicate this female genital mutilation, mass education زي ما اتفقنا ومحاربة الميث اللي هي associated with this practice. The four components that are postulated to be necessary to reduce this female genital mutilation هي الeducation والcampaigns والmedicalization واللegitimacy التشريع لازم بالقانون مش هتكلم فيهم تفصيل عشان دي حاجات ال however هنا انا عايز اقول بقى الفرق بين الfemale genital mutilation and female genital cosmetic surgery this description is totally different as regards زي ما قلت نقطتين genital destruction and the lack of patient consent in mutilation. Why are young girls asking for vaginal cosmetic surgery? كلهم بيسألوا الميديا وتأثيرها برضو هنخش فيه لازم تبقى regulated. The lines between medically necessary operations such as vaginal or pelvic reconstructive surgery and elective surgery such as vaginoplasty and labioplasty are blurring and can now be performed. ممكن إيه المانع إن أنا أعمل الاثنين together يعني اعمل سيرجري واعمل الكوزموتيك بتاعها يبقى العينه ما تبقاش تعمل عمليه برولابس فور اكزامبل وتطلع منظر الليبيا غلط نتيجه الديرنجمنت فانت تصلح واي نوت تو كومباين بوث توجذر بوث فانكشن اند بيوتي ار بيكامينج ادريس توجذر اند نوت سيبريتلي تو اتشيف ذا بيست اوتكم فانكشن اند ابييرنس نمبر 1 انفورم بيشنتس اباوت نورمال فاريشنز perform psychological لازم تفهمها psychologically and discuss realistic expectation تقول لها توقعاتك ايه من النتيجة بعد العملية عشان كده التكنيكس لازم تعمل طبعا وزارة الصحة بتحذر هذا الكلام وتمنعه وتغليظ العقوبة من 5 لـ7 سنوات في مصر دي الاويرنس ازاي بنجمع الستات ونفهمهم الخطوره بتاعتها والمؤتمرات اللي اتعملت على ان الختان ده جريمه كرايم وي ماست بي فوربيدن ودار الافتاء دورها مهم جدا جدا والشعار بتاع لا للختان الاناث بشكل هذا الشكل وطبعا من زمان واحنا بنقول ان هو عاده ولا اصل لها في الاسلام وجرحات ممنوعه منعا بات ودي كان احد الجهود اللي اتعملت قريب جدا وكان يوم العلامه بتاعهم 6 فبراير اللي فات هو عدم التسامح مطلقا ازاء تشويه الاعضاء التناسليه للناس ودي اللجنه الوطنيه للقضاء على الناس in conclusion according to WHO what is meant by female genital mutilation however it is different from the female genital cosmetic surgery as regard the destruction and lack of the consent Stop female genital mutilation as it is, has no health benefits, and it is a human rights violation. The studies that were made between this claim, the complications, physical, sexual, psychological, immediate to short term, on psychological problems more than the sexual, and if it is sexual, it affects the orgasm rather than the excitement or the arousal. Female genital mutilation adversely affects part of the female sexual function, not the desired source, but mainly the orgasm, and hence we can female genital mutilation is not ordered by the Holy Quran or any part of the true saying of Prophet or the Bible,
and the four components اللي هي were encouraging to reduce the practice of female genital mutilation. And thank you for your attention. بسم الله.